الدكتور رحاب هي مدرس أمراض القلب في جامعة الأزهر بنات، وهي في سنة تانية زمالة وموزعة معانا في جامعة عين شمس. ودكتور رحاب هتدينا دي تاني برزنتيشن ليك يا رحاب، وده من الأنشطة بتاعت طلبة الزمالة معانا في الكورس، مش بس إن هم بيحضروا، لأ ده هم ليهم دور كبير جدا في المحاضرات دي من ناحية التنظيم والتنسيق وكده. اتفضلي يا دكتور رحاب. شكرا حضرتك دكتورة ميرفت، وطبعا بشكر دكتور هاني، هو سهل الموضوع عليا خالص. انا تقريبا كده هنعمل ريفيجن بس على المحاضرة، الموضوع بقى بسيط وان شاء الله نلحق نقول الكيسز. يعني الايفالويشن للبراديكارديا، هو دكتور هاني اتفرج دلوقتي الانواع المختلفة بتاعتها، اذا كانت للسينس نود ديسفانكشن او للايفي نودال او ايفي نودال بلوك او للكوندكشن تيشو ديس اوردر. احنا مش هندخل طبعا في الديفينيشن بتاعته مرة تانية لان دكتور هاني شرحها بالتفصيل، فبس دي كانت مجرد سكيمه كده بسيطه للانواع بتاعتها. الكلينيكال ايفالويشن بيعتمد على الاندرلاينج ايتيولوجي للبراديكارديا البيشنت هيكون بريزنتد بيها، هي نتيجه ساينس نود ديس فانكشن او اي في نودال بلوك او نتيجه كوندكشن ديس اوردر. الكوندكشن ديس اوردر اللي احنا بنعنيها هي الباندل بانش بلوك والفاسيكولار بلوك. بيعتمد المانيفستيشنز للبراديكارديا سواء كانت اس نودال ديزيز او الاف نودال ديزيز، اذا كان البيشنت فيكسد او انترميتنت، هل هو طول الوقت موجود في الابنورماليتي دي ولا بتحصل ان اتاكس او ايبيسود، هاو ماتش هي سبنت ان ذيس اتاكس او الايبيسود، الريت اللي بيكون بريزنتد بيها during الاتاك، هل عنده underlying etiology كان accompanying this abnormality، والتايم اللي بيحصل فيها. دي نوع من الانواع اعتقد الدكتور هاني ذكره اللي هو الفيجال ايميديتد سينكوب. لو الفيجا اللي بتيجي السينكوب دي حصلت له ات نايت، يبقى في الوقت ده البيشنت هي ويل نوت بي سيمتوماتيك انليس ان هو كان سيفيرلي سيمتوماتيك بيشنت وراح مثلا ركب هولتر وكان ديتكتد بقى during the sleep انه في عنده نيورو ميديتد سينكوب ان هو او نيورو ميديتد اي في بلوك بتحصل له during the sleep وكانت of significant drop of the heart rate. في عندنا ترم مهم جدا اللي احنا بنعتمد عليه في البراديكارديا اللي هو symptomatic براديكارديا، يعني I have to document ان the patient symptoms دي have been related to the slowing of the heart rate، ودي تعتبر هي الكورنر ستون خصوصا في الناس اللي عندهم sinus node dysfunction. البيشنت دول ما اقدرش اي عيان يجي لي في sinus node disease except ان بين قوسين كده بعض الانواع اقول له ان انت عندك sinus node dysfunction and I have to proceed for cardiac pacing. We have to document in the symptoms they have been rated for this documented type of bradycardia. زي السينكوب، النير سينكوب، الديزنس، الهارت فيلير، ومن اشهر السيمتومز اللي البيشنت بيجوا بيها سبيشالي في الاولد ايج الكونفيوجن. اعتقد ان احنا كلنا شفنا بيشنت اولد ايج فوق 70 او 80 سنه جاي بكمبليت هارت بلوك، وبتبقى الفيرست مانيفستيشن بتاعته هي سي ان اس مانيفستيشن، لاك اوف كونسنتريشن، كونفيوجن، اجيتيشن حتى. وطبعا كل ما الفنتريكولار ريت بيكون فيري سلو كل ما السيمتومز تبقى مور سيفير لان هو ما بيقدرش يعمل توليريشن لسلوينج اوف ذا هارت ريت. الكوندكشن ديس اوردرز زي ما احنا بنقول باند البرانش بلوك او البارتيكولار بلوك، دي غالبا بتعتمد على الاندرلاينج ايتيولوجي اللي نتج عنه الكوندكشن ابنورماليتي، هل في عندنا اندرلاينج هارت ديزيز او سم سيستميك ديس اوردرز هي اللي دخلت البيشنت في الهارت بلوك في الكوندكشن ابنورماليتي، فدي هتبقى المانيفستيشن بتاعتها. لكن البيشنت اللي يكون بريزنتد بايزوليتد رايت باندل او بارتيكولار بلوك غالبا بيبقى اسيمتوماتيك. البيشنت اللي عنده ليفت باند برانش بلوك غالبا بيبقى المانيفستيشن الاساسيه بتاعته هي نتيجه الفنتريكولار ديستينكوني. واحنا عندنا في البيشنت وهاد ليفت باند برانش بلوك سبيشالي اكتر من ليفل اوف ديستينكوني، عندنا اي في ديستينكوني وبالتالي بيحصل ديتريشنز في الفنتريكولار فيلنج نتيجه انه بيحصل اسينكروم للاتريوم بين الفنتريكل، ان احنا عندنا انترا فنتريكولار ديستينكوني بيكون موجود جوه الليفت فنتريكل نتيجه انه بيحصل ايرلي اكتيفيشن اوف ذا سيستم وليت اكتيفيشن اوف ذا لاترال وول، او انتر فنتريكولار اللي هو الديستينكوني بيكون موجود اللوس اوف ذا هارموني ما بين الرايت اند ليفت فنتريكل. ازاي بنعمل ايفالويشن البيشنت ده؟ مره ثانيه هنعتمد على الهيستوري على النون انفيزيف تيست والانفيزيف تيست. الكلاس 1 انديكيشن ان احنا ناخد كومبريهنسيف ثورو هيستوري تيكينج كويس جدا من البيشنت. من الحاجات المهمه جدا ان احنا بنشوف التايمنج الفريكوانسي، ايه هي البريسيبتيتنج فاكتورز، ايه هي الريليفنج فاكتورز، هاو ذا سيمبتومز ار اليجيت. البيشنت ده ريليتد ايموشنال ستريس، ريليتد الاكسرسايز، هل في تايمنج معين من اليوم بتحصل له فيها الاتاك دي، عنده هيستوري اوف ستراكشر هارت ديزيز، عنده هيستوري اوف انتيك للميديكيشن، اي هاف تو ريفايز ميديكيشن ثورلي. مهم جدا ان احنا نستريس على موضوع الميديكيشن ده
خصوصا طبعا المرضى المصريين بيحبوا ان هم يعني ما يدوناش الديتيل هيستوري، وان احنا ايه نبتدي نتوقع معاهم هو بياخد ايه. من الحاجات المهمه during الاكزامينشن ان احنا نشوف الفرق ما بين الراديال وبين الابيكال بالسيشن او الكاروتيد بالسيشن، لان في بعض الاحيان البيشنت بيكون عندهم بريماتشور بيتا وكاد فينتريكل او اتريال فولود بعد كده ببوز، والبوز دي بيعتقد احنا could be misinterpreted as a bradycardia، لان هي بوز فولود باي فولوينج دي بريماتشور بيتا. تاني حاجه ان احنا نعمل برضو اكزامينشن للكاروتيد ارتري او الكاروتيد اكزامينشن، مهم جدا برضو عشان اذا كان عنده other abnormality او structural heart disease، شوف اذا كان في عنده thrill موجود عليه او احنا ممكن نسمع ترويه بالاوسكالتيشن. بالنسبه للميديكيشن ومن الحاجات الدكتور هاني برضو ذكرها الانتي هايبرتنسيف والانتي اريزميك واذر دراجز، بس وي هاف تو تيك ا ديتيل هيستوري من الميديكيشن، ايه هي الحاجات اللي بياخدها اب تو الاي دروبس، يعني من الحاجات اللي احنا شفناها واعتقد ان احنا شفناها قبل كده مره في حالها، وهي ما كانتش حاله تبعي مش انا اللي شفتها، كانت زميله لينا بتشوف هولتر للبيشنت ولقينا هو بيدخل في انترميتنت كومبليت هارت بلوك، خلاص البيشنت هو يعني مش لاقيين اي سبب اي ريفرسبل كوز، لحد ما يعني دي حاجه برضو كانت كويسه ان احنا بنخلي البيشنت يكتب الكومبلين هو بيشتكي بيها والميديكيشن اللي ماشي عليه، فهو يعني كان عيان ناصح شويه فكتب ان هو بياخد اي دروبس اللي هي التايم لول، وفعلا لما قلنا له وقف التايم لول ضاعلنا البولتر بعد كده لقينا انه فعلا ما بيدخلش هارت بلوك تاني، ودي كانت سبب من الاسباب اللي كانت ريفرسبل كوز بسيط جدا ممكن يكون مر علينا واحنا مش واخدين بالنا. الاسوشيتد كونديشنز سواء كانت انترينسنج او اكسترينسنج، طبعا احنا عندنا الكارديومايوباثيز بالانواع بتاعتها والانفلتريتد بالانفكشن، ما ننساش دلوقتي ان احنا في الايرا بتاعت الكورونا، فاحنا في الكوفيد 19 هاد بين دوكيومنتد كيسز ان بيدخل في كومبليت هارت بلوك ان اديشن طبعا للتاكي اريزميا اللي بيدخل فيها. الروماتولوجيكال كونديشنز من اشهر الحاجات، والبوست اوبراتيف ان اديشن تو ذا اكسترينسنج كوزز زي النيورال ميديتد سينكوب السيتويشنال سينكوب او الميتابوليك ابنورمالتي. بالنسبه للانستنس بتاعت الاي بي بلوك في حالات الكونجيتال هارت ديزيز، الحقيقه هو اكتر حاجه بتبقى موجوده مع اذا كان البيشنت عنده كونكومتنت كونجيتال هارت ديزيز زي الكوركت تي جي اي واي بي سيبتال ديفكت والسكندر اي اس تي دي. لو بوست اوبراتيف هتكون مع الفي اس تي دي مع الفالو او فولوينج الليفت فنتريكل اوت فلو تراك سيرجري. الساينس نود ديسفانكشن في حالات الكونجنتال هارت ديزيز برضه ممكن تحصل از سيكونس من الكونجنتال هارت ديزيز زي الليفت اتريال ايزومريز، او ممكن بعد سيرجيكال بروسيجر زي الفينس ساينس نود اي اف دي او الفونتين بروسيجرز، وده غالبا بتحصل نتيجه دايركت دامج حصل للاس تي نود او نتيجه افكشنز للبلاد سبلاي. بعض الانفلتريتد ديزيز برضه كومن تحصل معاها بعض الكوندكشن ابنورماليتي او ايفن الاي بي بلوك زي الكاردياك اميلودوسس. الفيرست دي هارت بلوك بتوصل نسبه 21% منها، بينما السكند او ثيرد ديجري اي بي بلوك بتوصل الى 3%. الكاردياك ساركيدوزس الكومبليت هارت بلوك فيري كومن انها تحصل معاها، بتوصل اب تو 65% من الكيسز، ودي ممكن تكون انيشال برزنتيشن، يعني البيشنت يجيني بريزنتد بكومبليت هارت بلوك وهو يكون الاندرلاينج ايتيولوجي بتاعه ساركيدوزس از ا فيرست برزنتيشن. الكارديك ساركيدوزس كمان من الديزيز اللي مش بتعمل بس كوندكشن ابنورماليتي او برادي اريزمياز، لا دي كمان ممكن تعمل لنا فينتريكول اريزميا، عشان كده في المانجمنت بتاع البيشنت ده وي هاف تو كونسيدر ان احنا مش هنحط له بيرمننت بيس ميكر بس، لا هيحتاج الى اي سي دي كابابيلتي ان اديشن ليه. ف فيري امبورتنت ان احنا نكون اوير بالاندرلاين ديزيز ده ايه هي الابنورماليتي اللي بيعملها ان اديشن تو الافكشن على الكوندكتنج سيستم، ممكن يعمل سكارنج في اللاترال في اللاترال وول اللاترال فيبر اوف ذا ليفت فنتريكل، ودي ممكن تبقى نيدس للفنتريكولار اريديا. لاين ديزيز وده برده مش كومن عندنا، لكن هو بيأثر على الاي في نود وغالبا بتبقى اي في نود ليفل بس مش بتبقى انفراهيديان. معظم الحالات بتبقى ريفرسبل كوز ما بيحتاجش الى بيرمننت بيس ميكر وبيحصل ريزولوشن لها ليها رابيدلي في خلال 6 ايام. الثايرويد ديزيز ودي برضو يعني يمكن تكون معلومه ما بتبقاش في دماغنا كتير، انه بوف هايبوثايرويديزم اند هايبرثايرويديزم الاثنين ممكن يعملوا اي في بلوك، لان في عندنا الاوتو انتي بوديز او الاوتو الانتي ثايرويد انتي بوديز دي ممكن تعمل لنا هايبو او هايبرثايرويديزم وان اديشن تبقى اسوشيتد معاها الاي في بلوك. في قضيه اتعملت على تقريبا دعاء سيل الغابة وصيعة غادي لبنى وصيعة دكتورة إيمان حبيبتي. أي دكتور سوري
يعني الميكروفون عندك مفتوح. في ستادي كانت اتعملت على 50 عيان سواء كانوا هايبو او هايبر ثيروديزم، وكان سربرايزنجلي كان في 20% من البيشنت دول بس هم اللي حصل لهم ريزوليوشن للاي في بلوك ايفن بعد ريستوريشن اوف ذا اي ثيرويد ستيتس. فلازم نخلي بالنا ان ثيرويد ديزيز من سواء كانت هايبو او هايبر مره ثانيه ممكن تاثر على الاي في نود، ومش كل الانواع هتقدر تبقى ريفرسبل اي في نود بلوك او الاسوشيتد اب نورماليتي او البرادي اريزميا تكون موجوده معاه. في عندنا وايد فرايتي من الاوتو انتي بوديز اللي ممكن تاثر على الكوندكتنج سيستم ساينس برادي كارديا. في عندنا مالتيبل من الاوتو انتي بوديز والكومبليت هارت بلوك برضو في اوتو انتي بوديز كتيره بتاثر عليها، ممكن تكون اسوشيتد مع روماتولوجيكال اب نورمالتي سيستميك لوبس او الروماتود ارثرايتس او سكليروديرما، تكون دي برضو برزنتيشن ليها. بالنسبه للفالف سيرجري كومبانيشنز من الفالف سيرجري زائد الكابج، لقينا ان البيشنت دول بيحصل لهم سواء كان هاي جريد من ايفي بلوك بيحتاجوا البيرما بيس ميكر في 4% من الحالات، لو كابج لوحدها ممكن توصل الى 3.5%. الميترال فالف ريبير اند ريبليسمنت سواء ده او ده ممكن يحصل معاهم ثيرد او سكند ديجري هارت بلوك مع الكوندكشن ابنورمالتي توصل اب تو 30%، 1.5% ممكن يحصل كومبليت هارت بلوك. لو بيشنت بيعمل فالف ريبليسمنت ممكن يحصل 26% ليفت باندل 2% رايت باندل 2% اي في بلوك سكند ديجري و11% اي في بلوك فيرست ديجري، وده نتيجه انه جورنج الامبلانتيشن او الستندنج للفالف ده بيعمل افكشنز بيبقى طبعا بيبقى موجود في الاوت فلو تراكت وبيبقى فيري بروكسيمال زي ما احنا شايفينه كده للليفت باندل، فبالتالي ممكن ياثر عليها وممكن يبتدي كمان ياخد بقيه الكوندكتنج سيستم. How to investigate the patient non-invasively. أول step منها هي الـ ECG وبعد كده الـ lab test وبعد كده عندنا imaging و ambulatory and so on. إحنا برضو مش هن go for all of this algorithm بس rapidly كده هنقول إن الـ ECG the class 1 indication. أي عيان هيجينا بـ suspected bradycardia أو conduction abnormality أول step إن إحنا نعمل له رسم قلب، رسم قلب عشان نشوف فيه الـ rate, الـ rhythm, الـ conduction. وإذا كان في structural heart disease ممكن يبان في السيرفيس اي سي جي أقدر برضو أدوكيومنت ليه. نخلي بالنا إن أي patient هيجي بـ سينكوب الإي سي جي اللي هيجي initially during سينكوب 5% بس هيبقى diagnosed، يعني أنا مش هقدر أشخص من الإي سي جي سبب السينكوب إلا في 5% بس من الحالات. لكن لو لقيت abnormal إي سي جي في الـ initial presentation لـ patient with سينكوب This is unpredictable value, so it's not a diagnostic. ومش هشخص كتير، لكن ممكن يكون لي predictive value of adverse outcome. إن أنا لو لقيت عنده أي abnormality, this indicate إن البيشن ده عنده indicator of structural heart disease أو systemic disorders ممكن تأثر على البروجنوزس للبيشنت بعد كده. الستريس اي سي جي، والستريس اي سي جي من الحاجات اللي احنا بنستعملها في حاجات سبيشال سنس علشان نشخص بيها او نساعدنا في تشخيص البيشنت هو عنده كونتروبيك انكونتنس، لان هو لازم يوصل ال 80% من ال اتش بريدكتد هارت ريت. او البيشنت اللي بيكون السيمتوم بتاعته ريليتد للاكسرسايز هحتاج ان انا اجري العيان ده، او لو بيشنت عنده فيرست او سكند ديجري او موبس تايب 1 سكند ديجري اي في بلوك الستريس اي سي جي برضه ممكن يساعدني اذا كنت هقدر اقول للعيان ده انت هتستفيد من بيرمننت بيسنج بتاعك ولا لا، هشوف اذا كان بيحصل له انفرانودال كوندكشن ابنورماليتي ولا حصل امبروفمنت للكوندكشن بتاعته، بالتالي البيشنت مي نوت نيد في سبيس. برضه لازم ناخد فكره انه الستريس اي سي جي مش روتين، مش كل عيان هيكون بريزنتد عندي بدوكيومنتد او براديكاردي او كوندكشن ابنورماليتي هعمل له ستريس اي سي جي، لا ده في سبيشال سيتويشن هيساعدني فيها. فبالتالي البيشنت اللي بيقول ان هو بيجي له سيمتوم during الاكسرسايز او immediately after exercise زي chronotropic incompetence او الاكسرسايز induced neuromediated syncope هرمي له ستريس اي سي جي. لو انا شاكه ان العيان بيحصل myocardial ischemia هي بتبريسيبتيت البراديكارديا او الكوندكشن abnormality اللي عنده هعمل له ستريس اي سي جي. لو البيشنت انا كنت عايز اعرف الليفل اوف كوندكشن abnormality اللي موجوده عنده او الاي في نودال ديزيز اللي موجوده عنده وصل لحد فين هعمل له كمان ستريس اي سي جي. وبالتالي لو البيشنت ده فروم ذا ستارت عنده انفرانودال ديزيز ومع الاستريس ما حصلش امبروفمنت على العكس حصل ورسننج نتيجه ان حصل انكريز للساينس ريت، وبالتالي بيحصل ورسننج للانفرانودال كوندكشن، يبقى في الحاله دي انا بقول ان البيشنت ده ميك نيد فور بيرمننت بيس ميك اب. بينما لو البيشنت
كان نودل كوندكشن اب نورماليتي وعملت له ستريس اي سي جي وحصلوا امبروفمنت، ده معناه ان انا عندي نودل او سوبرا هيزيان تايب، وده ممكن ان انا اعمل اوبزرفيشن ليه وما يحتاجش الى بيرمننت فيس، فبالتالي هو بيساعدني في ديسيجن ميكينج فور بيرمننت فيس. الهولتر طبعا ده برضو انذر كورنر ستون، ان انا اقدر اعمل بيه كورليشن ما بين البراديكارديا وما بين السيمبتومز اللي احنا قلنا عليها الترم اللي اسمه سيمبتوماتيك براديكارديا. ده الرول بتاع الهولتر اكتر حاجه فيها، ان انا اشوف امتى بتحصل له البراديكارديا، هل البيشنت كان سيمبتوماتيك ليها، الفريكوانسي بتاعها كان قد ايه، السيمبتومز اللي بتحصل له هل هي اللي كانت بتحصل له في الريال لايف من غير ما اركب الهولتر ولا لا. في كتير جدا من البيشنت لما يجي يركب الهولتر يبتدي يقول لي انها جات لي سيمبتوم بس مش هي دي اللي بتحصل لي بالظبط، طب انا محتاج اعمل اكستندد هولتر مونترنج اكتر ام سو اون. برضه في نفس الوقت الفيرست ديجري هارت بلوك او موبس تايب 1 اي في بلوك ممكن اعمل لهم اي سي جي مونترنج علشان برضه اشوف، لان شايفين دي عباره عن كناين برادي اريزميا، فهل هي فعلا هي سيفير بالنسبه له بحيث انها بتسبب له سيمبتومز ولا لا؟ هل الفيرست ديجري هارت بلوك يعني مثلا البيشنت عنده بروفاوند فيرست ديجري هارت بلوك اكتر من 300 ملي سكند، ممكن تكون فعلا هي دي اللي عامله له اي في سينك اي في اسينكوني وبالتالي مسببه له سيمبتومز، فقد تكون هي السبب، عشان كده ممكن اركب له الفولتا وتعتبر بالنسبه له كلاس 2 انديكيشن. مره ثانيه احنا هنختار التايب بتاع الهولتر مونيتورنج الديوريشنز بتاعته اكوردنج للفريكوانسي بتاعه السيمبتومز، كل ما السيمبتومز بتاعته تبقى شورت احتاج الى شورتر ديوريشن من الديفايس زي الهولتر او الايفنت مونيتورنج او الاكسترنال لوب ريكوردرز ممكن تبقى اب تو 6 ويكس. لكن لو حاجه بتحصل انفريكوينت يعني ممكن مثلا كل شهر كل ثلاث شهور ممكن احتاج ان انا اركب له امبلانتبل كارديك مونيتور، ودي مونيتورنج ودي بتوصل ممكن الامبلانتيشن بتاعها ثلاث سنين، دكتور هاني قال ممكن توصل كمان الى 10 سنين. لو البيشنت بقى عنده افيلابيلتي لتكنولوجي عاليه زي السمارت فون يبقى دي برده خير وبركه ان انا اركبها له. واحنا بنركب الهولتر يعني دي حاجه احنا يعني بنستعملها في كل انستتيوشن، بندي البيشنت ورقه بنقول له لو سمحت اكتب الدايري بتاعتك فيها اللي هي عباره عن ايه، انت ركبت دلوقتي الهولتر اي اكتيفيتي هتعملها هتكتبها، عملت ايه الساعه كام، عملت ايه الساعه كام، كان في سيمبتومز هتكتب لها سيمبتوم، صحيت امتى، نمت امتى، وصحيت امتى، حصل لك اي حاجه في النص هتكتبها لنا، طلعت سلم، عملت اكتيفيتي، اتخانقت في التليفون، اي حاجه حصلت لازم تبقى دوكيومنتد معانا في الدايري اللي البيشنت بيكتبها وبيسلمها لنا. فول ديتيلز عن الميديكيشن، عن ستراكشر هارت ديزيز لو عنده، عند اي بريفيوس سيرجري كان عملها، عمل قسطره قبل كده، عمل كاستر ابليشن او ايفر اي حاجه، مركب ديفايس طبعا لان احنا برضو بنفاجئ اثناء الاناليسيز للهولدر ان فجاه البيشنت بيلاقيه مركب ديفايس وهو ما مش اي حد، طب ده بيبقى ليه سبيشال الجوريزم مختلف عن النيتف ريزم العادي اللي احنا بنعمل اناليسيز عليه. الكاردياك ايمجنج وطبعا من اهم الحاجات اللي هو الترانس ثوراسيك ايكو، اي عيان هيجيني ليفت باندل برانش بلوك، سكند ديجري موبس تايب 2 اي في بلوك، هاي جريد اي في بلوك، ثيرد ديجري هارت بلوك، اي حاجه من دي فيرست 1 او كلاس 1 انديكيشن ان انا لازم اعمل له ايكو كارديوجرافي تو اكسكلود اي ستراكشر هارت ديز تكون موجوده معاه. يبقى اي حاجه ادفانسد من الهارت بلوك او نيولي ديسكفرد ليفت باند بنش بلوك دي فيرست دي كلاس 1 انديكيشن. طب النون ليفت باندل، نون ليفت باندل برده كمان هعمل له ايكو از كلاس 2 اي انديكيشن، يعني في الحالتين سواء كان ليفت باندل نون ليفت باندل هاي جريد اي في بلوك اب تو كومبليت هارت بلوك هنعمل ايكو للعيان دي عشان العيان دول عشان اعمل له اكسكلوجن ستراكشر هارت ديز. اي بيشنت تاني الايكو ما كانش كونكلوزيف بالنسبه له وانا ستيل شاك ان هو عنده ستراكشر هارت ديز او اي انفولفمنت كارديك انفولفمنت، انا من حقي ان انا اطلب من العيان ده مور ايميجنج موداليتي زي التي اي، يعني مثلا عنده انفكتيف اندوكاردايتس حاولت اشوفه بكل الطرق ما عرفتش اوصله بالترانس ثوراسيك خلاص لازم هعمل له تي اي عشان اشوف الانفكشن انفكتيف اندوكاردايتس دي فعلا اكسكلودد ولا لا. هعمل سي تي، هعمل ام ار اي، هعمل بيت، هعمل ام تي اي، وات ايفر، كل الحاجات دي كلها انا اللي هي الخيار ان انا اطلبها ما دام الطول الاولاني ما كانتش دايجنوستيك بالنسبه لي. طب لو عيان اسيمبتوماتيك ساينس راديكارد فيرست ديجري هارت بلوك ما عندوش اي ايفيدنس على اي حاجه، عمره ما اشتكى باي حاجه، اروح اطلب له ايكو از روتين؟ الحقيقه لا، لكن في الديلي براكتس لما البيشنت ده بيكون اسوشيتد معاه ريسك فاكتور زي مثلا الهايبرتنشن، الدايبيتس، الرينال افكشنز، الثيرويد ديزيز، عنده اذر الكترولايت انوماليز او اشياء اخرى، يبقى في الوقت ده انا ريزونبل ان انا ممكن شويه اطلبها، لكن كاندكيشن في الجايد لاينز لا،
ما فيش اي حاجه تقول لي ان انا محتاجه، ما دام البيشنت ده ما بيشتكيش بحاجه وانا مش شاكه انه عنده ستراكشر هارت ديزيز ان انا ابعته يعمل كاردياك امري. يعني هي دي برضو بعض الانديكيشنز ان انا بركب الامبيولاتري اللي مثلا في بيشنت عنده كوندكشن ديزيز زي ما قلنا باندل برانش بلوك. لو انا شاكه ان البيشنت ده بيحصل له مور جريد من الاي في بلوك، يعني بيشنت مثلا جاي باي فاسيكولار بلوك ليفت باندل او رايت باندل، والبيشنت جاي بسيمتومز بتشككني شويه ان هو ممكن يكون بيدخل في مور ادفانسد جريد من الاي في بلوك، انا برضو من حقي ان انا اطلب له الهولتر موتورنج في الوقت ده. بيشنت بيحصل له انترميتنت اتاكس من البراديكارديا، بيحصل له سينكوب او نير سينكوب وعنده كوندكشن ابنورماليتي، والهولتر مونيتورنج اللي انا عملته له ده ما قدرش يوصل لي لاي حاجه، والاي سي جي ما وصلنيش لاي حاجه، ما قدرتش اعرف هو سبب السينكوب او نير سينكوب بيحصل له ايه. انا من حقي في الوقت ده ان انا اطلب للبيشنت ده اي بي اس. البيشنت برضو اللي هو اسيمبتوماتيك بيشنت وعنده تراي فاسيكولار بلوك او تراي فاسيكولار بلوك، ممكن زي ما احنا قلنا نركب له هولتر لو انا سسبكتد انه ممكن يكون بيحصل له هاي جريد من الاي في بلوك. بيشنت اسيمبتوماتيك ويز ليفت باندل، والبيشنت ده ممكن اكون شاكه ان هو يكون عنده ستيميك هارت ديزيز، ممكن اعمل ستريس تيستنج ويز ايمجينج، يعني مش شرط بقى ان انا هعمله ستريس اي سي جي، طبعا ستريس اي سي جي مع ليفت باندل هيبقى مش كونكلوزيف ومش مش مش من الحاجات المصح ان انا دي ريلاتيف كونتر اندكيشن بالنسبه لي، لكن ممكن اطلب له اذر ستريس تيست ويز ايمجينج علشان اشخص اذا كان عنده سكيميا ولا لا. اللاب انفستيجيشن، واحنا عندنا وايد فرايتي كبيره جدا، فعشان كده الانفستيجيشن اللي هطلبها دي معتمده على الهيستوري اللي انا خدته من العيان كويس والكلينيكال اكزامينشن اللي انا عملته. انا مش معقول حاطه في كل لسته الانفستيجيشن بتاعت الانترنسنج والاكسترنسنج والتوكسيكولوجي كل الحاجات دي عشان اكسكلود هو عنده ايه من الحاجات دي كلها، فلازم ده ريلاينج على الفول هيستوري تيكينج والاكزامينشن اللي احنا عملناه. جيناتيك تيستينج، والحقيقه ده حاجه يعني مش بتتعمل كتير في البراديكارد الا في حاله واحده بس هي فاصون انديكيشن، لو في واحد معروف ان هو عنده كوندكشن ابنورماليتي نتيجه جين ميوتيشن معروفه، فانا ممكن اطلب الجين تيست ده للفيرست ديجري فاميلي او ريلاتيفز علشان اشوف اذا كان في حد تاني عنده نفس الجين ميوتيشن، علشان انا ساعتها هسسبكت ان هو هيحصل كوندكشن ديسوردر. يعني حاجه صعبه شويه بس دي كلاس 1 انديكيشن. من جين ميوتيشنز المعروفه اللي هي الجين اللي هو السي اس ال ان 5 اي اللي هو كان بتاع بروجيدا، في نفس الوقت ده لقوا ان هو بقى موجود مع البروجيسيف كوندكشن ديزيز. في ميوتيشن ثانيه موجوده في البيس ميكر شانل جين هو الاتش سي ان 4 جين، برده ده بيبقى موجود في الايديوباثيك السينس نود ديسفانكشن. غالبا السينس نود ديسفانكشن بتحصل نتيجه فيسيولوجيكال ديزيز او فيسيولوجيكال او اكوايرد ديز اوردرز، فهي مش من الحاجات الكومن قوي انها تكون نتيجه الجين ميوتيشن. في حاجه في اول الجوريزم خالص للكوندكشن اب نورماليتي هاو تو ايفالويت اللي هي السليب ابنيا. السليب ابنيا دي تعتبر انتيتي ممكن يكون معظمنا ما بياخدش باله منها كتير، خصوصا انها حاجه بتحصل جينج سليب او ريتد سليب. فواحد نايم فبنلاقي عنده برادي ما هو طبيعي نتيجه الهايبيجال تون، وايه المشكله؟ مفيش مشكله وهكذا. لكن الحقيقه الجايد لاينز في 2018 قالت لا، بيشنت دوكيومنتد وسسبكتد برادي كارديا او عنده كوندكشن اوردرز بيحصل جينج سليب، اي هاف تو سكرين فور سليب ابنيا، سواء ان انا هبعته بقى للكلينيكال ايفالويشن عند حد متخصص او. ده سببه ايه؟ سببه انه لقوا ان نسبه السليب ابنيا في البيشنت اللي عندهم كارديو فاسكولار ديزيز بتوصل من 40 ل 80%، رقم كبير جدا، وان العيانين دول بيحصل عندهم برادي كارديا بنسبه 40%، وبيحصل لهم هارت بلوك بتوصل ل 33%، والسينس نود ديسفانكشن نسبه 13%، يعني ارقام كبيره جدا، يعني كودن بي نجلكتد. فبالتالي انا محتاجه ان انا اعمل سكريننج للسليب ابنيا. بالاضافه كمان لكده انه احنا لو عالجنا السليب ابنيا ده ممكن تقلل النيد فور كارديك بيسنج. يعني هم في ستادي اتعملت على ان في عيانين كانوا عندهم برادي كارديا ودوكيومنتد، سواء كان ساينس نود او نتيجه اي في نودال ديزيز، البيشنت دول ان هاف بين انفستيجيتد للسليب ابنيا وبعدين عالجوهم منها، سواء كان بالبيت لوس او بالسباب او وات ايفر، لقوا ان في نسبه كبيره جدا من البيشنت دول ما احتاجوش يركبوا الكارديك بيسنج اللي كان مقرر ان هو يتعمل لهم في الاول. فبالتالي هي دي انتيتي الحقيقه ممكن فعلا احنا ما نكونش بناخد بالنا منها. استادي ثانيه تقريبا خدت 100 عيان وكانوا مركبين بيس ميكر، وقالوا هنشوف السليب ابنيا الموجوده عندهم نسبتها قد ايه.
فسواء كانت بالسكيل اتعمل او عن طريق البولسز مونوجرافي اللي هو بيقدر يشخص لي سليب امنيا، لقوا ان نسبه السليب امنيا وصلت فيهم الى نسبه تصل الى 60%، والسليب امنيا توز سيفير في نسبه العيانين اللي ركبوا البيس ميكر نسبه 27، يعني اكتر تقريبا 30% من العيانين يحتاجوا بيرمننت بيس ميكر غير السي ار تي كانت نسبه كبيره. اذا السليب ابنيا دي انتيتي مهمه جدا، احنا المفروض هاف تو امفسيز على البيشنت السيمتوم بتاعت ريليتد للسليب، واذا كان ديورنج السليب اي هاف تو سيند ذا بيشنت اذا كان سسبكتد السليب ابنيا لمتخصص عشان يعمل اكسكلوجن ليها. ايه هي الاديشنال تيست؟ الكاروتيد سينس مسج انا هطلبه لمين؟ هطلبه لاي عيان فوق 40 سنه وانا معتقد او شاكك ان يكون السبب السنكوب بتاعه نتيجه ريفلكس سنكوب. واحد بيقول ان انا ما بحرك راسي يمين او شمال او بعمل تايتنج كولر او بعمل شيفنج او بيحصل لي نير سينكوب او اب تو مانيفست سينكوب فعلا. ايه الدياجنوستيك كرايتيريا؟ ازاي هشخص البيشنت ده عنده فعلا بوزيتيف من الكاروتيد ريسبونس او هايبر سنسيتيفيتي؟ ان البيشنت ده يكون بيحصل له برادي اب تو اسيست بتوصل لثلاث ثواني او معاها هاي بوتنشن بيوصل اكتر من 50 ملم مركوري. فقلنا دي تعتبر كلاس 1 انديكيشن بالنسبه لها. طيب بالنسبه للثيلث تيبل تيست، الثيلث تيبل تيست شود بي كونسيدر لاي بيشنت هاف بين سسبكتد تو هاف ا ريفلكس سينكوب، اي نيورال ميديتد سينكوب او بوتس او اللي هو السودو سايكوجينيك او سايكوجينيك سودو سينكوبي او اورثوستاتيك هايبوتنشن. احنا طبعا الانتستي بتاعتنا هي برادي كارديا، لكن اي حد هسسبكت ان هو ممكن يكون السينكوب بتحصل نتيجه ريفلكس او الانديكيشن دي كلها هطلبه التلت تيبل. ممكن اعمله التلت تيبل علشان اعلمه ان انا اعمله حاجه اسمها التريننج للتلتنج مانوفر في بعض البيشنت، لكن اتس نوت انديكيتد خالص ان انا اعمل تلت تيبل تو اسيست ذا افكتفنس اوف ذا ثيرابي. يعني انا ابتديت المانوفرز اللي احنا بنقول للبيشنت عليها خد واشرب واعمل وكل وزود الملح والحاجات دي كلها وعايز اشوف الريسبونس هو فعلا اتحسن وما اتحسنش، لا ما بيتعادش التلت تيبل تاني عشان اشوف الافكتفنس بتاعت الثيرابي. التلت تيبل هو رابيدلي كده ده عباره عن تيست بيتعمل في مكان كوايت بليس، لازم يكون مجهز بالترابيزه المجهزه ليها اللي هي التلتنج كابابيلتي، لازم يكون في دي سي موجود معانا، في مونيتور، في ميديكيشنز، في اكسجين، في امبو، في كل حاجه بتكون خاصه بالريسسيتيشن، لان البيشنت ده اول فصاد هيحصل له اريست اسيستو ليه، فانا ما اقدر ما اعرفش الريسبونس بتاعه هيحصل فيه ايه. طيب الريزلت اللي انا بنعملها او بناخدها من التست هو اشهر ثلاث حاجات، اللي كان في حاجات ثانيه ممكن ريسبونس اخر ممكن ينتج عنها. الريزلت دي زي ايه؟ زي الميكسد تايب والكارد انهبيتوري تايب والبازل ديبريسور تايب. احنا هنحفظ واحد منهم او هنعرف واحد منهم. الكارد انهبيتوري وده بيشن بيحصل له اسيستولي، بيحصل له بوزز بتبقى اكتر من ثلاث ثواني، او ان الهارت ريت بتاعه يقل من 40 ل 40 بيت بير مينت اكتر من 10 ثواني. معاه او مش معاه هايبوتنشن، بس طبعا بالشكل ده العيان وصل لهذه البروفاوند برادي كاردي اكيد هيكون فيه هايبوتنشن وطبعا ضغطه مش مسموع ولا محسوس اصلا. تمام؟ فده الكارديو انهبيتور تايب. الميكس تايب اي حاجه في البرادي كاردي غير الديفينيشن اللي احنا قلنا عليه. يعني الهارت ريت بتاعه نزل اقل من 40 بس ما عادش 10 ثواني. طب حصل له اسيستولي بس ما عادتش 3 ثواني. البلاد بريشر برضه يقل قبل او بعد ما برضه ما تفرقش معايا. الفازو ديبريسور، الفازو ديبريسور لا هي دي البلاد بريشر بتاعنا بيقل مع او ايفن حتى قبل الهارت ريت. دي بالظبط زي الفازو فيجن اللي احنا بنشوفها في العيانين اللي احنا بنديهم بنشكهم مثلا بنعمل قسطره بنسحب منهم عينه بنعمل لهم اي حاجه بيحصل معايا. الهارت ريت بتاعنا مش شرط ان هو يقل كتير، يعني مش لازم يدخل في برادي كارديا. على عكس البيشنت ده لقيت تكي 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 كارديا جامده جدا والضغط عمال بيقل بيقل بيقل، ممكن يبتدي يقل الهارت ريت شويه بس ما بيوصلش للارقام اللي احنا قلنا عليها فيها في الوقت ده. المهم في التلت تيبل غير المانوفر اللي احنا بنستعمله الانتربريتيشن بتاعه، يعني هل انا التست بتاعي كان طلع نيجاتيف ده معناه ان البيشنت ما بيحصلوش ريفلكس سينكوب؟ ابدا ده مش صحيح، يعني ممكن يكون بيحصل له ريفلكس سينكوب في الحقيقه بس انا ما قدرتش اعملها في اللاب. لو بيشنت بيحصل له بوزيتيف كارديو انهبيتوري تايب ده معناه ان هو في الحقيقه بيحصل له اسيستوليك سبونتينيوس سينكوب. تمام؟ وده ممكن يكون انديكيشن للكاردياك بيسنج بعد ما بعمل ترايلز في المانوفرز او الميديكيشنز والمانوفرز العاديه. طيب لو بيشنت بيحصل له بوزيتيف بريست او ميكس تايب او نيجاتيف ريسبونس مره ثانيه بناكد ان هو ده لا يعني ان العيان ما بيحصلوش في الحقيقه
او في الريال لايف الاسيستولي او الاسبونتينيوس الاسيستولي مع الاسبونتينيوس سينكوب. يبقى مره ثانيه السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتوع التست اللي التلت تيبل تود بي يعني انتربريتد على الحاجه اللي احنا شايفينها دلوقتي. مش معنى كده ان انا ما شفتهاش انها ما بتحصلش، قد تكون بتحصل بس انا ما عرفتش اوصلها. الانفيزيف تيست زي ما واحده منهم اللي هي الامبلانتبل كارديك مونيتور احنا اتكلمنا عليه في الانفيلاتري مونيتورنج، وده قلنا اكتر للبيشنت اللي عندهم انفريكوينت سيمبتومز ممكن اركب عليها. الاي بي ستادي عشان اعمل اي بي ستادي لاي بيشنت عنده كوندكشن اوف نورماليتي او براديكارديا ات مي بي كونسيدر لو انا النون انفيزيف تيست ات واز نوت دايجنوستيك، حاولت ان انا اوصل للدايجنوزس بكل الطرق الممكنه نون انفيزيف، عملت اي سي جي، عملت ستريس، عملت هولتر، عملت بروفوكيتيف تيست، عملت كل حاجه وبرده ما قدرتش اوصل للدايجنوز مش عارف سبب البراديكارديا، اي مي جو فور اي بي اس. لكن الاي بي اس علشان اعملها في ساينس نود ديسفانكشن هعملها از كلاس 2 بي انديكيشن لو انا اوريدي هدخل علشان اعمل اي بي اس لاي غرض اخر. واحد كنت هحكيه كنت هعمل له انفستيجيشن لاي سبب اخر بالاي بي اس، فقلت خلاص انا العين ده بيدخل في البادي كارديا اوكي هعمل معايا ساينس نود فانكشن اعمل اسسمنت ليه. لو البيشنت سيمتوماتيك وسسبكت ساينس نود ديزيز الاي بي اس برضه ممكن نعملها مره ثانيه زي الجنرال رول ان انا حاولت بالنون انفيزيف تيست العاديه بالنون انفيزيف وتوز نوت دايجنوست ما قدرتش اوصل لحاجه. لكن عيان اسيمتوماتيك ساينس براديكارديا مفيش اي سبب يدعوني ان انا اخليه يدخل يعمل اي بي ستادي. برضه البيشنت اللي عنده سكند ديجري اي بي بلوك الاي بي اس ات مي بي دون علشان اعرف هو فين الليفل اللي بيحصل فيه البلوك، هل هو فعلا نودل ولا انفرا نودل، وده بيعتمد على اساسه ان انا هاخد ديسيشن بعد كده اذا كنت البيشنت هركب له بيرمننت بيس ميكر ولا لا. من برضو الحاجات اللي احنا ممكن نعملها ان البيشنت لو سكند ديجري اي في بلوك فانا ممكن اعمل له كاروسانس مساج او فارماكولوجيكال تيست علشان برضو اعرف البلوك مكانها فين لو مش هنش هعمل اي بي اس. فمثلا من الحاجات اللي احنا عارفينها الفروقات المعروفه ان انا لو عملت اكسرسايز زي ما كنا بنقول في الستريس اي سي جي واحد عنده كوندكشن اي في نودال ديزيز وعايز اعرف الليفل بتاعت البلوك هجري العيان، والله لو حصل امبروفمنت ليها يبقى دي غالبا في الاي في نود، حصل ورشنج ليها يبقى دي غالبا هيزيان او انفرا هيزيان. نفس الافكت بالظبط هو بتاع الاتروفي ان انا بعمل ويذدرول للباراسمباثيك 2 وبعمل اكتيفيشن للسمباثيك 2، فبالتالي لو حصل امبروفمنت مع الاتروفين يبقى دي نودا، طب لو حصل ورشنج يبقى دي هيزيان او انفرا هيزيان. الكاروتينوس مساج هيبقى العكس ان في الاي في نود هيبتدي يحصل ورشنج ليها وهيحصل لها امبروفمنت مع الهيز او انفرا هيزيان نتيجه انه بيبقى ساينس ريت بتاعنا المفروض ان هو بيقل. طيب كده الجزء الاولاني ده من المحاضره كانت الايفالويشن. انا هدخل بعد كده في الكيسز. الكيسز دي هم عباره اعتقد هم ست حالات دي اوبن ديسكشن. الكيسز دي في حاجات منها كانت من على النت وفي حاجات يعني كانت من الحالات اللي احنا شفناها. هاو تو بروسيد ده اللي حصل في الحاله. ممكن ناخد الاراء اذا كان المفروض نعمل حاجه ثانيه فده مفتوح لينا كلنا نعمل ديسكشن عليه. هنبتدي في اول حاله وانا سميتها الميديترينيان ستايل، الطريقه الشرق اوسطيه، وانا كنت هكتبها ايجيبشن ستايل بس قلت عشان ايه ما نزعلش. ده عيان كان 70 سنه كان بيشتكي ان هو عنده سيفير هيدك فيفر كونفيوجن وعنده هيستوري اوف هيباتيتس بي فيروس انفكشن سي او بي دي وهايبرتنشن. في يوم من الايام جه في الاستقبال وعنده جلاسكوما سكيل 11 على 15 والفبراير وكان عنده نيك ايجنت. السؤال هاو تو ديل وذ ذا بيشنت، اعمل له لمبا بانكتشر فور سي اس اف اكزامينشن وكالتشر، اعمل له سي تي برين، ستارت انتي بيوتيك على طول، اول اوف اباف، نون اوف اباف. لو حد عايز يقول على الشات حاجه اوكي مفيش مشكله. انا هختار يا رحاب بعد اذنك. الدكتور رضا معانا. رضا ايوه يا فندم السلام عليكم. يلا السؤال تاني يا رحاب من فضلك هات السؤال. حضرتك كنت متابع الحاله من الاول ولا اقولها تاني؟ لا لا خلاص يا فندم خلاص يا فندم. راس السؤال البيشنت جاي تايم من الجايتس او سي ان اس انفكشن، مش منطقي ان انا ابدا بلمبر بنكشر الاول، لازم اعمل اتليست سيتي برين الاول، لان لو جمعت لمبر بنكشر ممكن يدخلوا في هرنيشن، فلازم الاول اشوف سيتي برين قبل ما اعمل لمبر بنكشر. دي حاجه.
ممكن كمان اسحب، يعني في حاجات ممكن اعملها، لازم اسحب مثلا بلاد واعمل بلاد كلتشر، او ابتدي اشوف في ساينز اوف انفكشن زي مثلا الكلام ده. ممكن كمان ابتدي انتي بايوتيك وعلى حسب الحاله برضو، دي من ضمن الحاجات اللي انا ايه ممكن اعملها. وممكن لو طلعت السيتي برين كويسه الحمد لله ما فيش اي حاجه، ممكن اعمل لامبر بانكشر بعدها بس مش قبلها. تمام، يبقى حضرتك هتختار يعني فور مي هي الترتيب، ممكن اعمل اول اوف ذا اباف. تمام مظبوط. هو زي ما قلت لحضرتك ده يعني حاله اوبن ديسكشن، يعني هم عملوا كده في الحاله، بس انا مش لازم في كل حاله هعمل كده. هو صح انا هختار اول اوف اباف لسبب يعني لعده اسباب. اولا البيشنت ده جاي بسي ان اس مانيفستيشن، فبالتالي هحتاج ان انا اعمل سي تي برين. البيشنت ده جاي فيفرش بقاله فتره وعنده نيك ريجيديتي، فاكيد هعمل له اللامبار بانكشر واشوف السي اس اف اذا كانت عنده فعلا. اكيد احنا شاكين انكيفالايتس مننجيتس، اكيد حاجه من الحاجات دي. I have to start the antibiotic therapy وبعد كده هشوف الكالتشر بتاعتي طلعت ايه، هغير على اساسها، لكن I have to do all of this at the same time. وده فعلا اللي هم عملوه، هم عملوا كل الحاجات دي مع اول برزنتيشن. تمام. على اليوم الرابع من الهوسبيتاليزيشن الكالتشر طلعت بوزيتيف للستريب نيمونيه، وكان سنسيتيف للبنسلين، فهم كانوا بادين بسيفاتراكسيون او وات ايفر غيروا عليه. في رابع يوم ده بدا الهارت ريت بتاع البيشنت يوصل ل 40 بيت بير مينت، وبدا يشتكي ان هو عنده مايلد ديزنس لما بيجي يقف. اوكي، وده كان الاي سي جي بتاعه. الاي سي جي زي ما احنا شايفين هو ساينس براديكارديا، يعني هو مفيش حاجه سيجنيفيكانت اكتر من كده، مش وايد كومبلكس ولا حاجه. ثانيه واحده رحاب، الاي سي جي ما فيهوش بي ويفز، انت شايفه بي ويفز؟ هي بس معلش عشان يكون ممطوط شويه، هي هنا في بي ويف اهي لو حضرتك شايفها. تمام. معلش يمكن 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني هارت ريت حاجه و30 على ساينس براديكارديا. تمام، فده على رابع يوم بعد الهوسبيتاليزيشن. اوكي، how to proceed for the case. اعمل له fundus examination، اعمل له holter monitor، اعمل له echo كل اللي فات، ولا استنى واشوف يمكن عيان يتحسن. هتكمل معانا يا رضا؟ ايوه معاك يا فندم، معاك يا فندم. طب كمل معاها الحاله يا بالنسبه لي هعمل holter monitor ده منطقي، طبعا هعمل برضو echo cardiograph. الفندس اكزامينشن يعني ما اعرفش الانديكيشن، يعني ما خدتش بالي في الدسكشن ايه الانديكيشن بتاعها. طيب هتختار ايه؟ بس الفندس اكزامينشن ميبي يعني كونسيدرد عشان اتاكد ان مفيش انكريس في الانترا كرينيال بريشر او حاجه زي كده، فانا هختار اول اوف ذا اباف. مظبوط لتاني مره صح؟ مظبوط يا دكتور رضا، ده مظبوط، لان احنا مش عارفين سبب برادي كارديا ايه، فبالتالي هم فكروا في اللي حضرتك فكرت فيه بالظبط. هل هعمل فندس اكزامينشن؟ احنا اصلا عندنا مننجيتس، فبالتالي ممكن افكر يكون في عندنا انكريز انترا كرينيال بريشر. هولتر مونتر عشان انا برضو كل اللي انا شايفاه هو برادي كارديا، هو بيدخل في ادفانس جريد من الاي في بلوك انا مش شايفاها. ايكو هل البيشنت ده حصل له اي ستراكشر هارت ديزيز يكون هو السبب في البرادي كارديا اللي موجوده؟ اكيد مش هستنى اكتر من كده، البيشنت عندي برضو كريتيكال، فبالتالي مش هقدر اسيبه اكتر من كده. العيان ده بعد انفستيجيشن كلها ما طلعت ما فيهاش اي حاجه خالص، قالوا خلاص ما عندناش اي ريفرسبل كوز اند وي هاف تو دو ا بيرمننت بيسميكر. راي حضرتك يا دكتور رضا، ان قرارهم ده كان صح ولا غلط، ولا هم كانوا محتاجين حاجه ثانيه تتعمل؟ اي ثينك طبعا المفروض نعمل حاجات زي ثانيه الكترولايت بي اتش، المريض دخل في هايبو برفيوجن، وارد ان يحصل الكترولايت ديستربنس، يعني المفروض قبل ما انا بروسيد للبيس ميكر خاصه لو البيشنت ستيبل ممكن اعمل. طيب انا هرجع برضه لنفس الاجابه اللي هم قالوها، ان احنا عملنا انفستيجيشن كل الحاجات وما كانش في اي ريفرسبل كوز عرفنا نوصل له. البيشنت مور اور ليس مش هنقدر نقول هو كان ان هو مش ستيبل او مش عارفه هو ده من عندي ولا من فين، مش هقدر اقول هو كان ستيبل قوي، لان هو البيشنت وانس ان هو بيقف يبتدي يحصل له بيحس بنير سينكوب او ديزنس، والهارت ريت بتاعه اقل من 30، فبرضه ما يقدرش يستنى، فبالتالي هم خدوا القرار ان هم هيركبوا البيرمننت بيسميك. هو تفكير حضرتك مظبوط، لا هاف تو سيرش مره واثنين وثلاثه، يمكن يكون في سبب ثاني وانا ما كنتش عارف. ودي هتيجي المفاجاه اللي عشان كده حطيت العنوان على اساس ان الدكتور اللي كان في النايت شيفت اليوم اللي كان هيركبوا فيه البيس ميكر
لاحظ ان مرات العيان بتحط له قطره في عينه، فراح شافها فقال لها ايه القطره دي؟ قالت له دي قطره انا بديها من يوم الرابع اللي هو حصل فيه السيمتومز، وهو كان بياخدها عشان الجلوكوما من غير ما تقول لاي حد خالص. تمام، فدي كانت واحده من الايه الميديتيريان ستايل، الطريقه الشرق اوسطيه عندنا او الطريقه المصريه. انا هكمل العلاج بتاعي ومش لازم اقول لحد، انا ماشيه في سكتي مفيش مشكله، وزي ما حضرتك عارف ان العيانين يحبوا ان هم ياخدوا العلاج بتاعهم ما يوقفوهوش. بس ابتدت خلاص هو اتحسن بقى زي الفل، يديله الاي دروبس اللي هو كان ماشي عليه، والاي دروبس دي سببت له البروفاند براديكارديا العنيفه اللي كانت موجوده دي، واللي الدكاتره قعدوا يدوروا على اسباب كتيره ليها وما كانوش عارفينها، وهي ما كانتش قايله لحد عليه. فمره ثانيه هنرجع لاي ريفرسبل كود، وي هاف تو سيرش واحد واثنين وثلاثه، وناخد هيستوري مره واثنين وثلاثه، ونعمل انفيسس مره واثنين وثلاثه، ونستريس عليهم انه لو سمحت لو بتاخد اي حاجه لو عندك اي مشكله يا ريت تقول لنا عليها، علشان ممكن تتجنب بيها ان انت تدخل انفيزيف بروسيجر ما تكونش انت محتاج. awareness is needed for hidden medication زي البيتا بلوكرز in order to avoid unnecessary intervention like placing a permanent pacemaker for drug induced symptomatic sinus bradycardia. دي الهوم مسج اللي احنا بناخدها من الكيس. طيب الكيس الثانية ده عيان 77 سنة عنده past history لهايبرتنشن، dementia، hyperlipidemia، peripheral neuropathy، first degree AV block. ما عندوش history لأي medication ممكن تسببه AV nodal conduction delay. البيشنت بقى له يومين بيشتكي ان كل شويه بيقع في ملجا، يعني ده حاجه طبعا الناس اللي هم العجزه وكده في النيرسنج هوم، فبالتالي هم بايه بيحصل له الفولنج ليه فيها اكتر من مره في اليومين اللي جايين. وبعدين راح الاستقبال فعملوا الاي سي جي ده وعملوا الاكس راي دي وكانت بالشكل ده. ايه راينا في الاي سي جي؟ نختار دكتور عزيز. دكتور عزيز عزيز معانا، عزيز البحراوي سامعني؟ طيب امل، امل محمود معانا. امل، دكتور امل. ايوه السلام عليكم. دكتور عزيز اتفضل. دكتور عزيز مع الدكتور رحاب. مع حضرتك ده عزيز معاك يا رحاب. اتفضل حضرتك. الاي سي جي حضرتك رايك فيه ايه هو والاكس راي؟ هو الاي سي جي انا شايف دكتور رحاب ان هو ساينس بادي كارديا، الهارشل بتاعه انا مش شايف قوي يعني تقريبا 1 2 3 4 الهارت ريت بتاعه تقريبا 72 بالمنت. ايوه لا الهارت ريت مش 72. لا 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 ثانيه واحده ثانيه واحده، الهارت ريت ده اقل من 30. والله انا مش معايا النظاره، والله انا بس بسمع. لا مش شايفه كويس يعني، ادي 1 2 3 4 5 لا كمان اقل من مش معايا نظاره والله يا دكتور. طب ماشي ما يجراش حاجه ما يجراش حاجه. لا يا رحاب هو الهارت ريت ده ما يجيش 30. لا لا الهارت ريت ده قليل خالص. اه تمام. اي تاني؟ هو بس حضرتك قلت لي ان هو في ساينس ولا مش ساينس يعني ساينس لا هو قال ساينس، هو قال في بي ويفز ففي ساينس لازم الاف كوندكشن. لو مش واضح عندك يا عزيز ممكن ناخد حد تاني، لو الاي سي جي مش واضح عندك ممكن نشوف امل. امل كملي. امل طيب سلام. لا هو في لا في اي ديسوشيشن فعلا الجهاز كلها تمام. في اي ديسوشيشن مرة ايه تاني غير كده احنا شايفين بشكل الكيو ار اس كومبلكس بتاعنا؟ طب اخد بس ثواني البس نظارتي عشان مش شايف. طيب ايه تاني بعد؟ اوكي فوق ال 40 سنه ولا ايه يا عزيز؟ ممكن اه انا فوق ال 40. طب ماشي مش
طيب اه كده يعني طب العلم فوق ال 40 هو طبعا في اي في ديسبشن تمام مثلا في اي في ديسبشن في طيب الكيمياء وعندي الاكسس نورمال اكسس تقريبا في كومبليت رايت باند تقريبا معاها لا معلش يا دكتور عايز يقول لي نورمال اكسس ده نورمال ده ليفت اكسس يا دكتور عزيز ده ليفت اكسس نيجاتيف 3 او اي في اف مظبوط تمام وانت قلت incomplete right bundle كملي يا حبه الاسئله بس شكرا يا دكتور عزيز شكرا جزيلا لحضرتك كملي الاسئله يا رحاب كده البيشنت ده فاست ترايفاسيكولار بلوك احنا عندنا complete heart block right bundle with left anterior hemi block فده ترايفاسيكولار بلوك زائد الاكس راي بتاعته اللي احنا بصي هو ثانيه واحده يا رحاب هو ده انا بتهيالي ان انا شايفاه كومبليت هارت بلوك الاسكيب ريزم ده هو اللي عامل الانكمبليت رايت باندل وليفت ليفت اكسس يعني قصدي ايه ان انت ما تقدريش تقولي ان ده ترايفاسيكولار ده هو اوريدي كومبليت هارت بلوك يعني انت انا حسب ما الاي سي جي باين ان هو ما فيش اي في ريليشن شيب انت شايفاها كده في ما نقولش بقى يعني هو الاسكيب ريزم بتاعه عامل الانكمبليت رايت باندل والليفت اكسس يعني جاي من فاسك معينه ومحمد شفيق متفق معايا في نفس الكلام وبيقول ذس از اسكيب ريزم منه كده طيب الاكس راي بقى كملي يا حبه اجابه السؤال انفلتريشنز موجوده في اللونج في مايلد انفلتريشنز موجوده فيه في دكتور جهاد جاوب قال ان ده ممكن يبقى امايلودوزز او ساركويدوزز والاجابه دي صحيحه يا دعاء يا رحاب لا هو اجابه بس احنا مش دي الاجابه الصحيحه بس انا بتكلم هي مش دي السؤال اللي هيجي بعد كده هاتي السؤال بقى يلا شود ريسيف انترافينس اتروبين تيمبوري بيس ميكر بيرمننت بيس ميكر نشوف اذا كان عنده ريفرسبل كوز ولا نون اوف اباف ومحتاج يعمل حاجه ثانيه دكتور جهاد معانا دكتور جهاد كنت طيب. انت اللي مجاوب ايوه كمل طيب. مع رحاب كمل طيب. مع رحاب طيب يعني given that he has peripheral neuropathy وعنده هو old age 77 سنة تمام old age complete heart block وعندنا low voltage في الـ ECG مع complete heart block والـ chest x-ray فيها infiltration so I think احنا عندنا systemic disease فا يعني I will choose D test for reversible causes أو factor طيب هو بس الفكرة دلوقتي ان البيشنت عنده fall بقاله يومين بقى بيقع وجاي دلوقتي برضه في الاستقبال بيقع تمام فانا هسيرش اكيد فور اي ريفرسبل كوز مفيش مشكله لازم لكن از اكيوت ثيرابي لازم امانج البيشنت ده دلوقتي يعني لازم اعمل له حاجه فاحنا هنعمل له حاجتين مع بعض هندي له الاتروبين وهدي له تمبري بيس ميكر الاتروبين برضه زي ما احنا عارفين هو في بعض الاحيان بتكون حاجه انفرا نودال يعني ممكن يحصل ورشنج شويه ليها فبالتالي انا ببقى قلقانه منه بس كده او كده بعد ما هدي الاتروبين وحصل له امبروفمنت او ما حصلوش انا هحاول عيان على طول عشان يركب تمبري بيس ميكر فجابت حضرتك صحيحه لكن هي دي مش الفيرست ستيب اللي انا لازم اعملها يعني الفيرست ستيب اي هاف تو ميك ان اكيوت مانجمنت للبيشنت الاول فبالتالي هنديله الحاجات دي البيشنت ده الحل يعني بتاع الكيس عشان هي المشكله ان الداتا بتاعته ما كانتش كتير انا جبت الاكس راي بتاعتها وقلت ان هو في انفلتريشنز في اللنج وباسيتيز موجوده في اللنج ما قلتش بالظبط اللي هو الفاركيدوزس قصدي حضرتك يكون عنده بايلاتر هايلر انفلتريشن يعني تكون موجود اكتر يعني بايلاتر هايلر انفلتريشن هي دي اللي بتكون اكتر مع الموضوع الساركيدوزس فالبيشنت ده كان اتيبيكال كوفيد دلوقتي احنا في الايرا بتاعت الكوفيد 19 فالبيشنت ده هو داخل سحبوا له التيست للكوفيد وطلع بوزيتيف وفعلا العيان ده ركب له بيرمننت بيس ميكر ف وي هاف تو انكلود ان اور يعني اكزامينشن لاي بيشنت او احنا بنشوف بين اسيس اي بيشنت انه احنا دلوقتي ممكن الكوفيد 19 يجي لنا بكمبليت هارت بلوك حتى لو هو كان كومبليتلي اسيمتوماتيك من اي مانيفستيشن ثاني ولا بيكح ولا عنده سخونيه ولا بينهج ولا عنده شست بين ولا عنده اي حاجه جاست ان هو بيحصل له سينكوب او نير سينكوب او ريبيتد كولينج زي ما بيحصل وده سببه انه الكارديومايوسايت بيحصل لها اتاك هي كمان بيحصل دامج بالكورونا فيروس او انه الكورونا فيروس بياتاك السيلز اللي بيكون فيها البروتين هو اي سي اي 2 بروتين او سايتوكاين ستورم دي كلها ممكن تاتاك الكارديومايوسايت او تعمل فيها التوزس ويجي لنا العيان بكمبليت هارت بلوك
من غير اي manifestation تقول لنا ان هو عنده الكورونا فايروس. طيب السؤال الثاني بعد اذنك يا دكتوره رحاب سؤال. هو ده لا يعتبر ان هو ريفيرسبل؟ يعني وانس ان هي شخصت كورونا او البلوكت سبب كورونا فبروسيد على طول بركب بيرمننت بيسميكر؟ عنده المنظر للكونتاكشن ابنورماليتي والايفي نودال ابنورماليتي اللي حاصله عنده ما اعتقدش ان وي كان ويت ان احنا نستنى نشوف ريفيرسبل كود. يعني البيشنت ده اخذ اتروبين تحسن هارت ريت بتاعه بقى 50 حط على تمبر بيسميكر البيشنت سيمتوماتيك بقى له كام يوم بالمنظر ده والهارت ريت بيوصل للشكل ده واحنا عندنا كومبليت هارت بلوك ريجاردلس اوف ذا سيمتومز. يعني دي من الانديكيشنز دلوقتي انا هركب بيسميكر للعيان. اوكي لو في اي يعني other opinion اوكي انا ده يعني ده الانتربريتيشن اللي انا اقدر اقول. في حد against اوكي يعني ممكن يكون في انتربريتيشن تاني. انا عايزه اقول حاجه شفتها في فرنسا وبعملها انا دلوقتي. لو جالك عيان وانت مش عارف الديزيز اللي عنده ده ريفيرسبل ولا ايرفيرسبل بيعملوا ايه؟ بيحطوا بيرمننت تمب بيرمننتلي سكرولينلي البنتكل ما بيركبوش بقى البيرمننت كله بيحط الليد ثانية واحدة بيحط الليد البيرمننت سكرو ات انتو درايت فنتكل ويطلعه من السبليفيان بانكشر على الجلد ويجيب بطارية بيرمننت موصلها بيه وياخدها غرزة على الجلد. ده ضمن ان العيان هيقعد بيست مظبوط الفترة اللي هو بيراقبه فيها ومش عارف هو الريفيرسبل كوز ده هيمشي ولا هو ده كونتريبيوتنج فاكتور لإظهار مور سيمتومز للعيان. بيحضرني في ذلك مثلا عيانين رينال فيلير بنشوف كلهم مع الهايبركاليميا بيحصل لهم القصه دي. لو العيان ده حاجه اكيوت وهتعدي يبقى في الحاله دي الحل ده مش وحش وده شفته بيتعمل في فرنسا وبقيت اعمله دلوقتي للعيانين اللي بيحتاجوا بيسنج لفتره مؤقته لحد ما يعدوا مرحله حرجه معاهم. ده احسن ما حضرتك تركب لي اللي هو التمبري بيس ميكر يعني ده يبقى البديل بتاعه. ما هو التمبري بيس ميكر دي الواير نفسه فيه مشاكله كتير. اول حاجه ما بيبقاش ثابت وشابك. ثانيا لما بيفوت الشباب بيقعدوا يحركوه من غير فلورو ولا حاجه لحد ما يحصل منه تامبوناد وشفنا منه قصص كتير جدا. وبعدين انت العيان في بيكمز بيس ميكر ديبندنت والبيس ميكر ده اتحرك هيموت وفي اصل هيموت ودي شفناها برضو. اذا هم فكروا الله طب ما انا ممكن احط الليد البيرمننت ده واجيب بطاريه مستعمله لان احطها من بره من على جلده من بره وادخله جوه الفنتكل فور تمبري بيسنج واطلع البطاريه احطها له اعملها بغرزه. العيان بيتحرك اولا طبعا يكون من السايت اللي انت مش هتركب منه بيرمننت منه عشان ايه ما تبقاش ضربت المكان اللي انت تشتغل منه. اتفضلي يا دكتور رحاب. الحاله الثالثه عيانه 25 سنه بتشتكي ان بيجي لها بالبيتيشن ودراوزنس او نيرسينج كوب وده كان الاي سي جي اللي هي البريزنتنج بي. ايه بقى الريزم اللي قدامنا؟ جاوبوا في الشات يا شباب وانا هختار حد دلوقتي. أوكي. دكتوره امل انت شاطره يا اموله يلا. جهاد جاوب اهو. جهاد جاوب خليك معانا يا جهاد اظهر لي. اتكلم يا جهاد. طيب تمام انا شايف الاي سي جي دوت هو 322 ساينو اتريال اكزيت بلوك. لو حسبنا الار ار انترفال وحسبت المزد ان انا حاسس ان في مزد بيت غالبا هتطلع المسافه هي دبل او تو تايمز اوف الار ار انترفال فاي ثينك وي هاف ساينو اتريال اكزيت بلوك. الاجابه الصحيحه هي عباره عن طيب تمام هي بس هو تريكي في حاجه بسيطه خالص ممكن تكون انا ما جاوبتهوش يعني نون كوندكتد اتريا تراجيمي. ازاي ده الاستريشن بتاعه لما نيجي نبص عندنا كده في عندنا بوزس صح في هنا بوزس موجوده قدامنا دي ساينس ودي ساينس وفي عندنا اللي حضرتك قلت عليها بالظبط في حاجه هنا نون كوندكتد لكن لو لاحظت هتلاقي انها دي المورفولوجي بتاعها مختلف عن الساينس اللي قبليها يعني دي ابرايت مثلا هي موجوده هنا لكن هنا سيمز انها تكون بي انفرتد زائد ان المسافه اللي هي بي بي انترفال بتاعتنا دي مش ثابته المسافه دي اكيد اطول او نقول مثلا المسافه دي اقصر من المسافه اللي قبلها فاكيد البي ويف اللي احنا شايفينها دي مش ساينس اوريجن. طيب هل هي جايه على بايجيمي؟ لا هي جايه على تراجيمي. ساينس ساينس بريماتيور ساينس ساينس بريماتيور وهكذا. This is a non-conducted atrial trigeminal. دكتور حاتم خليف بيقول لك يا رحاب انها باينه فليم بليد 3 وانا بقول لك انها باينه فليم بليد 2 رجعي اهو
رجعي الاي سي جي. دكتور حاتم خليف خد باله انها باينه هنا اهو في ليد 3، وانا بقول لك كمان هي باينه في ليمب ليد 2. شكرا جزيلا. السؤال الاجابه يلا كملي. الاجابه قلنا انها كوندكتد اتريال تراجمي، بس التيك هوم مسج ان احنا لما نلاقي بوز عندنا دايما نشوف البي ويف اللي بتحصل مع البوز دي. هل البي بي انترفال موجوده جوه البوز وماشيه ريجولار، يبقى ده زي حضرتك قلت الدكتور جهاد 3 to 1 اي في بلوك. طب لو بتحصل البي ويف بتاعتنا لا مش ماشيه ريجولار، واحده بتحصل بريماتيور، يبقى ده معناها ان دي واحده نون كوندكتد اتريال تراجمي موجوده عندنا، هي دي اللي مسببه البوز دي. لكن لو ما فيش اي بي ويف خالص موجوده في البوز، يبقى ساعتها زي ما حضرتك قلت دكتور جهاد انها هتكون اس اي نودال بلوك. لكن لو لقيت بي ويف يبقى اكيد حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين، يا اي في بلوك يا اترال بريماتشور. ده بيعتمد على البي بي انترفال والمورفولوجي بتاع البي ويف اللي موجوده في البوز دي. تمام. الحاله الرابعه دي من الديلي براكتس بتاعتنا. عيانه 86 سنه هايبرتنسيف ودايبيتك، هي هايبرتنسيف اند دايبيتك، بتشتكي ان بيحصل لها سلو للهارت ريت ولوس اوف كونشس. هي بتقول كده انا بحس ان ضربات القلب بتاعتي بتبطئ وبتفقد الوعي لمده ثواني. الايكو بتاعها ما فيهوش حاجه، الفانكشن كويسه، عندها دايستوليك ديسفانكشن، لاب انفستيجيشن جاست هايبر ليبيديميا، سيرم كريات بتاعها 1.4، ما فيش حاجه ثاني اكتر من كده. ده كان الاي سي جي بتاعها. نعمل ايه العيانه بعد ما نشوف الاي سي جي ده؟ دكتور انور، دكتور انور سامعني؟ طيب هو دكتور انور مش معانا، عنده مشكله جنب دكتور محمود فرج. محمود فرج. دكتوره ميرف السلام عليكم. مين معايا؟ رضا محمود يا فندم. طب يلا جاوب. يلا الاي سي جي في رايت باند برانش بلوك وفيرست ديجري وليفت اكتف رايت بلوك يا دكتوره ميرف، ده انديكيتد للبيس ميكر. تمام. يعني بس يعني ده تراي فاسيكولار بلوك قصدي حضرتك كده؟ اه يا فندم. تمام. انا بس هقول ديفينيشن عشان انا اعتقد ان هو يعني ممكن يكون الموضوع اتغير شويه. التراي فاسيكولار بلوك مش معناه ان انا عندي باي فاسيكولار مع فيرست ديجري هارت بلوك. تراي فاسيكولار معناه ان انا عندي رايت باندل وذ ليفت انتي اريكت بوستيريور وبيحصل مع كومبليت هارت بلوك، او ان انا يكون عندي الترنيتنج ليفت رايت باند. لكن باي فاسيكولار وفيرست ديجري اسمها باي فاسيكولار وفيرست ديجري. راي حضرتك يا دكتور رضا ان احنا نعمل نركب العينه دي بيس ميكر على طول، ما نعملهاش حاجه ثاني. والله وي هاف تو سيرش فور ريفرسبل كوزز الكتروني. انا معاك انا معاك. ريفرسبل كوز ايه يا عم وانت عندك المنظر الكوندكشن ده؟ هنقعد ندور. ثانيه واحده يا رحاب، ثانيه واحده. عيانه حاجه و80 سنه وبيجي لها سنكوب والاي سي جي بتاعها ده، تدخل تركب لها بيس ميكر عشان ما تجيلكش ميته؟ او يعني مش هتجيلك طبعا، تطلع على السما لوحدها. لا لا، هو العيانه دي كوز مش في الحالات دي. ريفرسبل كوز لما يبقى نارو كومبلكس والاي سي جي ما فيهوش اي كرايتيريا يعني، فالكوز اللي هيجي هيدخل على الاي في نود، يعني مش هيبقى بالمنظر المرعب ده والسن ده. يعني بلاش التاخير في تركيب المنظمات، لان العيان اللي وقع بفوره هيقع، الهيب يتكسر. شفنا بلاوي اكستراديورال هيماتوما ماسيف ستروك. يعني ليه؟ يعني اذا انت شكيت ان هو ده السبب لا ركب لها. خلص يا روح يا حاب. يلا البيشنت دي للاسف اتحولت انها تعمل هولتر مونيتورنج، للاسف اتحولت انها تركب تعمل هولتر مونيتورنج 48 ساعه، وده كان ماتت وهي بتركب. لا لا ما ماتتش والله، كلام عايزه. بس هي الفكره ان البيشنت بقى جات لها الاتاك اللي هي بتشتكي بيها اللوس اوف كونشس. هنشوفها دلوقتي ايه اللي حصل فيها. عندها بوز عباره عن 12 ثانيه بيحصل لها فطبعا يعني انا شفت الهولتر اتصلت بالدكتور، حضرتك خدها ركب لها دلوقتي البيس ميكر دي 86 سنه، لو جات لها اتاك ثانيه غالبا مش هتكمل، يعني مش هنلحقها. فده كانت النتيجه بتاعتها. والمشكله كمان ان احنا او يعني تعتبر هولتر ساعدنا في حاجه ثانيه، ان احنا اكتشفنا انها عندها اس اي نودال واي في نودال ديزيز، مش حاجه واحده بس. لو لاحظنا البوز هتلاقي بوز حضرتك البي ويف بعد كده مفيش بي، في واحده هنا، هل هي دي بي ولا لا؟ هي عندها كومبايند من الاس اي نود والاي في نودال ديزيز. طبعا دي انديكيت انها تعمل كارديك بيسنج على طول.
كيس نمبر 5 unclear cause. مش عارفين سبب الحلقة ايه بس هنعرضها عليك. فيميل بيشنت 29 سنة مش هايبرتنسف مش دايبيتك مش سموكر بتشتكي ان بيجيلها بالبيتيشن من سنتين. بالبيتيشن no other symptoms يعني. الهارت الاي سي جي بتاعها اللي هو الساينس العادي الريت بتاعها بيوصل لحاجه 70 وهي نادي بيوصل لحاجه 40 مع الاكسرسايز الهارت ريت بتاعها بيوصل لحد 130 وسام بي في سيز موجوده فيها. الهولتر بتاعها قدامنا دي الداتا بتاعته. هل الهولتر فايندنج لو الستدي دي كانت ريليفنت ولا ريليفنت؟ يعني خلاص انا كده الستدي بتاعتها كويسه مش محتاجه اشوف فيها حاجه واقول للعيان خلاص انت كويسه ولا لا انا محتاجه اشوف ديتيل من الهولتر بتاعها اكوردنج للداتا اللي معروضه قدامنا. دكتور جهاد معانا؟ ايوه دكتور عمير تمام جاوب معاه. طيب ممكن نشوف الاي سي جي بس دكتور رحاب ممكن نرجع بعد اذنك؟ هو السيرفيس اي سي جي موجود بس هو كان نورمال. هي الهارت ريت بتاعها الهارت ريت ساينس بريدي كارد مفيش اي ابهات وهي نايمه بيوصل الاربعينات ولما طلعت سلم هارت ريت بتاعها وصل 130 وصام بي بي سي 130 يعني 140 كمان وصام بي بي سي بس ده كان الاي سي جي بتاعها نفس الفايندنج اللي احنا شايفينها وده كان الهولتر فايندنج اللي احنا شفناها فيه. هل من الداتا اللي حضرتك شايفها في الهولتر دي شايف ان العيانه دي مش محتاجه تعمل حاجه ثانيه وخلاص انا مش محتاجه حتى اشوف بقيه الداتا بتاعت الهولتر لان اصلا الاستادي بتاعتها ايرليفنت مفيهاش مشكله ولا لا انا محتاجه اشوف المور ديتيل اكزامين او يعني ديتيل من الهولتر ستريب بتاعتها اشوف هو فعلا حصل لها حاجه ولا ما حصلهاش اكوردنج للداتا اللي حضرتك شايفها في الهولتر. يعني ما عنديش حاجه معينه بس محتاج اشوف بس الفنتريكولار بيتس بس هل هي بوليمورفيك ولا لا حصل ار اون تي ولا لا. تمام اكوردنج للحاجات اللي احنا شايفينها ما كناش قلقانين من حاجه خالص ما عدا حاجه واحده يمكن يعني حضرتك قلت بي بي سيز انا شفتها شفت ان عندها بي بي سيز لكن في حاجه ثانيه يمكن ما تكونش سيجنيفيكانت قوي لكن في عندها بوز بتوصل 2.5 ثانيه هي صحيح مش سيجنيفيكانت يعني المفروض احنا قلت اكتر من 3 ثواني بس احب اشوف البوز بتاعتها اللي بتحصل لها دي هي بوز شكلها عامل ازاي ودي كانت المفاجاه بتاعتي انه البيشنت دي بتدخل الجري دي من الاي في بلوك. تمام بيحصل هي هاي جريد من الاي في بلوك. نلاحظ ان الساينس ريت يعني الاتريا ريت بتاعها مش عالي يعني مش اكتر من 100 عشان اقول ده فيسيولوجيكال ديكريمنتال كوندكشن بيحصل لها او خلاف لا الريت بتاعنا بيوصل 75 ومع ذلك الهارت ريت الفنتريكولار ريت بتاعنا بيقل بالشكل ده وبيحصل لها هاي جريد من الاي في بلوك بيحصل فاريشن شويه 3 تو 1 2 تو 1 فوق دي تقريبا 4 4 تو 1 اند سو اون. فا accordingly للالجوريزم بتاعها احنا قلنا في diagnostic work up هيبقى propose للبيشنت دي هشوف فيها ايه؟ هشوف فيها الايكو لقينا في عندها mitral valve collapse lab investigation ما كانش في عندها حاجه first ECG كانت 1-1 conduction مفيش evidence ان دخلت في intranodal conduction ولا اي حاجه ثانيه. البيشنت دي لحد دلوقتي احنا مش عارفين السبب بتاعها اللي بتحصل له فيه ولما جينا خدنا history منها ثاني بقى لها سنتين كانت بعد حمل حصلت لها الاتاك دي برضو وقالت ان هي ركبت هولتر ودخلت نفس الاتاك دي مره ثانيه واتعمل لها الحاجات كلها بتاعه الاوتو اميون ديزيز وكل الاسباب بتاعه الثيرويد وكل كل كل مفيش اي حاجه خالص غير انها بتدخل في هذه الاتاكس وبتشتكي معاها ان بيجي لها بالبيتيشن مش بتشتكي ان بيحصل لها سينكوب او نير سينكوب. ايه الحل في الحاله زي دي؟ انا عن نفسي مش عارفه بالنسبه لها بس هو في حد نصحها ان هي تعمل فيرزر انفستيجيشن في حد تاني قال لها لا ركبي بيس ميكر خلاص انت هاي جريد من الاي في بلوك ريجاردلس اوف ذا سيمتومز المفروض ان انت تركبي. فهي ريفيوز كل الحاجات دي كلها وقالت لا انا هكمل كده انا حضرت الحكايه دي من سنتين ومش هعمل حاجه خالص. جنبها على جنبها يا رحاب. نعم. جنبها على جنبها خلاص يعني مش عايزه تعمل حاجه بس هي شي ويل ديفلوب هاي جريد اي في بلوك بيرمننت افتر ووردز. هي جالها مايوكاردايتس او بوست بارتم او بيري بارتم مايوكارديتس وضربت لها الاي في نود. هي لو يمكن عملت كارديك ام ار اي يمكن يبان فيها سكار يمكن كويس ومع البريجنسي حصل كده واحنا شفنا حالات. مش عارفه هو الصوت راح. الو
طيب. سامعينك يا دكتوره ريحان؟ سامعيني، اتفضلي. طيب اوكي، انا مش عارفه بس هي الدكتوره نبره الصوت راح تقريبا، مش كده؟ طيب هنبروسيد للكيس نمبر 6. دكتوره ميرفت حضرتك معانا؟ طيب الاخر حاله هو بيشنت 56 سنه هايبرتنسيف دايبيتس. سامعينا كده دكتوره ميرفت؟ دكتوره خير، معلش الكمبيوتر بتاعي فصل فانا دخلت من التليفون. طيب حضرتك كنت بتقولي ان هو ممكن يحصل لها مايكاردايتس وكانت كومبليكيتد. اللي هو بيريبارتم مايكاردايتس، وشفنا حالات حصل فيها كده، ويعني الكمبيوتر هارت بلوك حصل مع البريجنسي او بعد البريجنسي على طول. هي رير طبعا لكن شفناها. هي للاسف الست ما رضتش تكمل حاجه، وقالت انا قالت لي قبل كده من سنتين مش عايزه اعمل حاجه، فهي بقى يعني سيبناها بقى ربنا يطول. هي حابه داخله الساعه 11. اخر حاله ميل بيشنت 56 سنه هايبرتنسيف دايابيتيك وسموكر، بيشتكي من نيرسين كوب، وبيقول ان هو في اخر شهرين من نيرسين كوب دي زادت، وقال ان هو من 3 سنين كان حصل له تروتين في الاتيك. الاي سي جي بتاعه ما كانش فيه حاجه، كومبليتلي نورمال. عنده ال بي داستوليك ديسفانكشن، ليبيد بروفايل عالي شويه، هيموجلوبين اي 1 سي برضو عالي. والريفيرنج بوزيشن المفروض في حاله زي دي يطلب ايه؟ عيان 56 سنه بيحصل له ريبيتد سينكوبال نير سينكوبال اتاك، وان سينكوب بس من 3 سنين. يا ترى في حاله زي دي بالانفستيجيشن احنا شفناها دي والايمجنج، المفروض الفيزيشن يطلب ايه؟ يا شباب يلا جاوبوا في الشات عشان اختاركم. دي اخر حاجه. وانور مش عارف يدخل تاني ليه، ما تدخله يا علي، كان كوهوست اصلا. انجلي شغال معايا يا فندم. انور معانا اهو، اظهر يا انور. هتعمل ايه العين ده؟ ارجعي بالاول سلايد، هو حاجه 50 سنه معانا انور. ها انا سمعت صوته، علي صوتك يا انور. انا علي، هو مش معانا يا فندم. مش معانا اللينك. طب عنده مش بيشتغل اللينك عنده مش محمد. طيب محمد شفيق بيقول ان احنا نطلب له هولتر يا دكتور رحاب، كملي. طيب اوكي، البيشنت ده اتعمل له هولتر فعلا، وكان عنده انفريكوينت بي في سي، اتعمل له ستريس اي سي جي وطلع ايكوفوكال تيست ما طلعناش منه بحاجه، شكوا ان هو ممكن يكون اسكيميا، فاتعمل له سي تي كرونري انجيوجرافي ما طلعتش في عنده سيجنيفيكانت ليجن، اتعمل له كاروتيد دوبلر عشان يكون برضه عنده حاجه فيها، فقالوا برضه ما فيش اي ابنورماليتي، وفي الاخر طلب له التلت تيبل تيست. تمام، هل التلت تيبل تيست في عيان بالسن ده ريزنبل ان انا فعلا اطلبه، ولا دي حاجه او 56 سنه بيحصل له سينكوبال اتاك؟ الحاجات بتاعته كلها نيجاتيف، مش عارفه اوصل للدياجنوز، بس 56 سنه عامل له تلت تيبل. شفيق بيسالك الاعراض اللي حصلت له دي وهو مركب، حصلت له وهو مركب هولتر؟ انا غالبا الاجابه لا 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 لا، دي سيمتومز بتحصل له. طيب حد جاب امل بتقول لك لا مش هعمل له تلت. تمام اوكي، هو الحقيقه ما كنتش هعمل له تلت، لكن هو في حاجه بس وحيده في الهولتر هي اللي خلتنا نطلب تلت تيبل للبيشنت. البيشنت ده كان عنده هاي باراسمباثيتك تون، يمكن دي مش حاجه موجوده في الليتريتشرز او في الجايد لاينز، انه لما يكون عنده انكريز في باراسمباثيتك اكتيفيتي اطلب تلت تيبل، لكن احنا يعني شفنا حالات كتيره البيشنت بتكون في يونج ايج مش اولد ايج، البيشنت بيكون عندهم نون سبيسيفيك سيمتومز، فاتيج، ديسنيا، حاجات كده، نلاقي عندهم هاي باراسمباثيتك تون بالهارت ريت فاريابيليتي، وبنطلب لهم تلت تيبل ويطلعوا بوزيتيف، بيطلعوا بوزيتيف من البوزيتيف بريسر سينكوب. اني واي تلت تيبل تيست اتعمل للعيان ده، وكان وصل انه البيشنت حصل له لوس اوف كونشس في الاكتف فيز، يعني بعد ما خد النيتروجليسرين وصل انه البوز 20 ثانيه. يا لهوي. العيان مات وصحي تاني. مات؟ لا ما مات. لا هو مات فعلا، هو فعلا قدامه كان الراجل فيه convulsions وحصل incontinence، وكانت حاجه يعني ايه يمكن جدا. لا بس فاق ما ماتش. لا 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 ما ماتش الحمد لله. ولما سالناه بقى بعد ما فاق، هو الاتاك دي حصلت لك قبل كده؟ قال دي نفس الاتاك اللي حصلت لي من 3 سنين، هي دي نفس الاتاك اللي حصلت لي، انا فقدت الوعي خالص، ما حسيتش باي حاجه، دي يعتبر بالنسبه له more severe، لكن حصلت له الاتاك دي وحصل له loss of consciousness لمده 20 ثانيه، والبيشنت ده بعد ما فاق وعنده الايدج ده، وحقيقه يعني ان كانت ريزنبل ان احنا نقول له لا انت تحط كارديك بيسنج، احنا ما نعرفش المره الجايه لما تحصل لك، حتى لانها مش فريكوانت سيمبتومز، هو دلوقتي ما عندوش فريكوانت من سينكوب الاتاك، يعني سينكوب بتحصل له بقى لها اسبوعين، لكن تو سينكوب حصلت من 3 سنين، فما اعرفش هيحصل فيها ايه. هو الراجل رفض برضه، قال لا انا مش هركب بيس ميكر ومش هعمل حاجه، انا ماشي كويس وسيبوني كده. طب
اول حاجه التيل تيبل مفيش كونتر انديكيشن للسن انه يعملها، لان احنا جدا even in old age. والمثال ان الدليل ان هما يقول لك البيسنج از انديكيتد للعيانين اللي فوق 40 سنه، يعني بيحصل فوق ال 40 سنه. وكمان الكاروت سينس هايبر سنسيتيفز ممكن تظهريها بالتلت، او يعني التلت من ضمن يعني الاختبارات تعمل فيها. طيب انت عينين كلهم مقاوين قوي كده يا رهاب، ماشي. انا فاكر حضرتك كان في بيشنت حضرتك كنت حاولتي عشان نعمل تلت تيبل، كانت عينه مركبه فيبنا بيس ميكر عشان كارديو انهيبيتور سينكوب، وكانت برضو بيحصل لها نير سينكوب مش ترو سينكوب، وهي مركبه البيس ميكر. هي قلت لي نعمل لها تلت تيبل وهي مركبه البيس ميكر ده، هنعمل بروجرامنج ليها بحيث ان احنا ايه نظبط الهارت ريت اللي هو الهارت ريت. وفعلا البيشنت دخلت في الاتاك الفازو ديبريسور سينكوب، هي كانت ساعتها ميكس تايم مش كارديو انهيبيتري فقط. أيوة. وفعلا البيسنج بتاعها فضل شغال، يعني فضل شغال على 50 55 60، بس هي حصل لها نير سينكوب وكانت هايبوتنسيف. فالحقيقه التلت تيبل بيعمل انماسكينج لبعض الكونديشنز اللي بتكون في بعض الاحيان يعني فيك بالنسبه لنا ومش عارفين نوصل فيها للدايجنوز. انا في قصه ثانيه برضو بالنسبه كانت في عين شمس تخصصي، كان دكتور حسين شعلان لسه مدرس مساعد، وانا كنا بنعمل التلت دي في اوضه الاشعه عشان الترابيزه بتاعه الباريوم بتتحرك بيها، والعيان كان مركب في في اي بيس ميكر وبيغمى عليه. فانا قلت لا ده هو ده كارديو انهيبيتوري سينكوب. القصه ايه؟ ان البيس ميكر اشتغل على الريت الواطي والعيان اغمى عليه، ولدرجه ان حسين شعلان وهو بيحرك عشان يرجعها بنطلونه اتقطع، فتملي فكره انه اتخض لما عيان متوقع بقى عيان مركب بيس ميكر هيغمى عليه، يعني اهو بنعمل بس. فدي حد قادر انساها يعني. هو فعلا كمان عشان كده ما ينفعش عن الكارديو انهيبيتوري سينكوب ده لانك تركب له دول بيس ميكر، وزي ما قالت اهي ركبها بيس ميكر بس ما تكون دروب ريسبونس، فلما بتبقى برادي كارديك بيبيس على 50 او 60 ده ما ينفعهاش. الريد دروب ريسبونس بيبيس على 80 90 زي ما انت بتظبطه. اتفضلي يا دكتور رحاب. هو بس الفرق ان احنا عندنا فليكس سينكوب في الايدج تحت 40 سنه بيبقى فيري كومن، هو ده المين كوز للسينكوب في الايدج، وفوق 60 سنه هيبقى اقل شويه، لكن ده لا ينفي ان يكون الستيل هو سبب من الاسباب الكبيره للسينكوب في الفوق 60 سنه. وشكرا جزيلا.